استاذ كمال حسنين رئيس حزب الرياده. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا مساء بحضرتك. الخير، مساء الخير يا استاذه لبنى، اهلا وسهلا وتحياتي لحضرتك والفريق الاعداد وللساده المشاهدين يا الان. اهلا وسهلا بحضرتك. تعليق حضرتك يا استاذ كمال، اتفضل يا فندم. والله النهارده انا كان يعني انا تذكرت 2014، يمكن فكرني باللحظه اللي اعلن فيها برضو لما كان في الشعب وجهات عديده بتحاول ان هي بتطلب منه ان هو يترشح لرئاسه الجمهوريه. ففكرتني باللحظه وحسيت ان اللي بدا 2014 هيستمر حتى 2030، فكانت لحظه يمكن الدموع يمكن نسيت من عينيا، لان رجعت الاحداث 2014 لما كان برضو يمكن هو المره دي بتختلف شويه، ان هو كان في الايام اللي فاتت اولا في حكايه وطن الثلاث ايام اللي تم، انا حسيت ان هو من بعض كلمات انه في زعلان على بعض في فئات، لان اولا النقطه رقم واحد ان هو يمكن خاطب الاعلام، في جزء من الاعلام ما بيتكلمش ما بيقولش الحقيقه، يعني ما بيقولش اللي بيدور، فكان في نوع في كلامه نوع من الحزن شويه. لكن هو النهارده انا بعتبر النهارده ميلاد جديد للدوله المصريه، استكمالا كون ان هو يعلن الترشح بتاعه استكمال لمسيره العطاء والتنميه والانجازات التي بداها في 2014 لتستمر حتى يتحقق الامل في بناء الدوله المصريه الجديده. هاخد من كلام حضرتك يا استاذ كمال، والحقيقه انا كمان وصل لي نفس الانطباع، ويمكن اول ما بعد الكلمه بتاعت الرئيس قبلها الاول تابعنا المشاهد من الميادين، وبعد كلمه الرئيس واعادتها شفنا المشاهد مره تانية. انا وانا بعلق قلت انا فعلا بفتكر بعد وقت 30 يونيو ودعوه الرئيس عبد الفتاح السيسي او المشير عبد الفتاح السيسي وقتها للترشح، وده عشان احنا عاصرنا وشفنا وتعبنا، ويعني كان حلمنا ان احنا نخلص ونبني بلدنا ونستعيدها. لما اربط انه والرئيس حتى في كلمته النهارده اتكلم على الشباب ومفيش خوف على بلد فيها شباب، يعني بيحمي وخايف بلده، خايف على بلده وبيحمي مكتسباتها، هنا اهميه حاجة زي حكاية وطن، حكاية بلدنا واللي مرينا بيه، وانت بتتكلم على مكتسبات ودولة انت تعبت في بناها من الصفر من الارض وبتشتغل عليها وعايز تكمل. ده المشاهد اللي احنا شفناها، الشباب دول كانوا اطفال وقتها، مهم ازاي في معركة الوعي وانك تخاطب الشباب اللي هم دلوقتي حاليا المستهدفين من هذه الابواق الشريرة. اولا الرئيس عبد الفتاح السيسي في حكايه وطن يمكن ذكرها في عده جلسات منذ بدايه السبت. اولا خلال الثلاث ايام تحدث 13 وزير في موضوعات عده، يعني كان في الكلم في الـ في الـ في, الـ في الـ الاقتصاد، تكلم عندنا اثنين وزراء اتكلموا في الاقتصاد، الطاقه وزير البترول والكهرباء تكلم، المشروعات القوميه عندي البنائين بقى وزير النقل وزير الاسكان. فانا هو كان الهدف من اللقاء، حتى هو كان بيتكلم معانا بيقول الهدف هو بيخاطب الخارج، بيخاطب المشاهدين، بيخاطب المصريين، بيخاطب الشباب، بيخاطب كل الام الكبيره اللي قاعده في القريه، بيخاطب اللي قاعده في الريف، بيقول لهم، لان يمكن انا كراجل سياسي قديم ومطلع على ما احدث على الاحداث، لكن فوجئت ان فعلا من خلال حديث الساده الوزراء على مدى ثلاث ايام من خلال 13 وزير بقى، انا في حاجات جديده اول مره اسمعها. طب طريقه العرض والشرح والمعلومات دي برضو ففعلا ما تم على الارض المصريه في 9 سنوات لم يحدث، زي ما قال السيد رئيس الوزراء لما قال خلال عده سنوات، وبعدين قال لا انا هقول قرون، لا انا بقولها تاني، منذ ان بنى محمد علي الدوله المصريه الحديثه انا بقول الرئيس عبد الفتاح السيسي بنى بس بيزيد عن محمد علي في حاجه، انه اولا في 2013 وهو وزير للدفاع عندما حمل روحه على كفه وهو انقذ الدوله المصريه اللي هي ان تستولي عليها الفاشيه الدينيه لتعود بها الى عصور الجاهليه الاولى، يبقى الاول انقذ مصر من العوده الى عصور الجاهليه الاولى في 30 يونيو، ثم بدا يبني مصر الحديثه. وكلنا احنا النهارده فتره معاصره، يعني لما اجي اتكلم كلنا كنا بنقرا التاريخ عن ما مضى، لكن اعتقد ان كلنا شاهدين على ما تم من 2014، عشان كده كان الهدف من من من, من حكايه وطن ان يدي كنا فين واصبحنا فين، وكان بيخاطب كل ام مصريه، كل اب مصري، كل شاب مصري، كل فتاه مصريه، لان الشباب النهارده في 2013 كان الشاب النهارده اللي هو وصل 22
كان عنده كام سنه؟ فبيدي رساله، كان بيخاطب الجماهير المصريه، عشان كده هو حتى كلم على المسؤولين، قال لهم يا جماعه احكوا، هو بيتكلم طبعا كان كل ده على الهواء، وقال لهم احكوا اللي بتعملوه، يعني انا عايز بنقل الحقيقه. عشان كده انا بقول تاني، انا زعلان من جزء من الاعلام، ويمكن هو ذكرها عده مرات في موضوع تاني، موضوع الحاجات اللي بتتم على بعض القنوات، انا بقولها تاني، الفرق بين حاليا وايام جمال عبد الناصر ان الاعلام المصري كان مساندا وبقوه للدوله المصريه. انا بطالب الاعلام من خلال القناه المحترمه قناه الحياه ان يبدا ينقل ما تم اللي قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، عشان الناس تعرف ما تم خلال 9 سنوات. الدوله المصريه في شتى في المجال العسكري النهارده احنا رابع 10 قوه عسكريه، 7 في البحريه، عندنا اسطولين بحريين، اسطول في البحر الاحمر والبحر المتوسط عشان يحملنا مصالحنا الاقتصاديه سواء غاز او سواء بترول. عندنا النهارده مشروع، اكبر مشروع اللي بدات دول العالم اللي اتكلمت عنه الامم المتحده، حياه كريمه، اللي بيستفيد منه 60 مليون مواطن مصري في القرى والنجوع، من خلال اللي كان مخصص له 700 مليار هيوصل لحوالي تريليون و200 مليار. عندنا في موضوع المواني البحريه والمواني اللوجستيه، شرق بورسعيد ودمياط والسخنه. عندنا في مجال التعليم، تطوير التعليم اللي بدأ بالمدارس وتعيين 30,000 معلم عشان يسد العجز. عندنا في شتى المجالات. صحيح. عندنا النهارده في الإسكان اللي هو في تريليون جنيه تم انفاقها على موضوع الإسكان، وخاصة الإسكان الاجتماعي اللي تبلغ نسبته 81% مما تم إقامته من وحدات سكنية. إذا الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الهدف، كل الرسالة وصلت، الهدف من مؤتمر حكاية وطن هو أن يعلن كنا فين وأصبحنا فين الآن، وكانت الرسالة موجهة للشعب المصري، لكل أم مصرية، لكل أسر مصرية، عشان يعرفوا مدى التضحيات. عشان كده أنا بسميه إنجاز، أنا بقول ما تم خلال 9 سنوات هو إعجاز لم يتحقق على مر عقود، وعلينا ان احنا نفخر بيه ونحافظ عليه ونكمله. كل الشكر والتحيه لحضرتك استاذ كمال حسنين، رئيس حزب الرياده، بشكرك يا فندم.